ينضم إلينا من العاصمة بكين الزميل علاء رشوان. أهلا بك علاء، أطلعنا على أهم المستجدات لديك حول هذه الزيارة، زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى هناك. نعم، زيارة رسمية يقوم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الصينية بكين، وهي السابعة من نوعها منذ عام 2014. تأتي بناء على دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ. زيارة الدولة هي من أعلى مراتب الزيارات ومن أعلى مراتب الاستقبال والحفاوة التي يحظى بها الرئيس الضيف. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يأتي في هذه الزيارة الهامة حاملا عدد كبير من الملفات التي سوف تكون محلا للبحث والنقاش، سواء فيما يتعلق مع الجانب الصيني أو فيما يتعلق بتشريف وحضور سيادته كضيف الشرف الرئيسي للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني. بداية الزيارة تحمل في طياتها دعما وتعزيزا لأطر التعاون الثنائي بين القاهرة وبكين، انطلاقا من العلاقات الاستراتيجية بناء على الاتفاقية التي تم توقيعها بين البلدين منذ 10 أعوام، والتي تم من خلالها ترقية وترفيع العلاقات لتصل إلى علاقات استراتيجية كاملة بين القاهرة وبكين على كافة الأصعدة. هذه الزيارة أيضا تتوج مسار طويل من هذه العلاقات الوطيدة بين البلدين، خاصة على الصعيد الاقتصادي، إذا ما علمنا أن البلدين قد وقع أكثر من 65 مذكرة تفاهم وتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، والمجالات أيضا السياحية والتعليمية والتصنيعية وغيرها. هذه الزيارة أيضا تأتي في ظل يعني إرادة سياسية متوفرة لدى القاهرة وبكين لتوطيد ودعم هذه العلاقات في المستقبل القريب، خاصة إذا ما علمنا أن حجم الاستثمارات الصينية في السوق المصرية يناهز 12 مليار دولار، وهو رقم مرشح للازدياد خلال الفترة المقبلة انطلاقا من عدة عوامل كثيرة، من بينها جاهزية الاقتصاد الوطني المصري لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة الصينية التي تسعى إلى الاستثمار في عدد من المجالات التي يتمتع بها أو يتميز بها الاقتصاد الوطني. نتحدث هنا عن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، قطاعات البنية التحتية والإنشاءات، قطاعات أيضا تحلية المياه، والقطاعات المتعلقة بالصناعة، خاصة التصنيع الدوائي والزراعة والسياحة وغيرها من هذه القطاعات. أكثر من 12 مليار دولار استثمارات صينية مباشرة في السوق المصرية، توفر أكثر من 40 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب المصري. وأيضا تأتي هذه الزيارة في ضوء عدد كبير من التطورات، سواء فيما يتعلق بالتطورات السياسية والأمنية التي تجرى على خلفية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة وأن هناك تطابقا في الرؤى بين البلدين حيال ضرورة حلحلة هذه الأزمات وفي الصدارة منها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأيضا هناك دعم صيني قوي للحقوق الفلسطينية في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو عام 67 تكون عاصمتها القدس الشرقية. هذه الملفات سوف تكون في صدارة مباحثات السيد الرئيس مع الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة المصرية الصينية التي سوف تنطلق صباح غد بقصر الشعب الرئاسي وسط العاصمة بكين، بعد إجراء المراسم الاستقبال، مراسم الاستقبال الرسمية للسيد الرئيس، وأيضا بالإضافة إلى هذه القمة الهامة وما تحمله من نقاشات حول عدد كبير من الملفات، سواء ملفات التعاون الثنائي أو مستجدات القضايا والأوضاع الإقليمية. سوف يشهد الرئيسان توقيع مزيد من الاتفاقات، نحو 6 اتفاقيات للتعاون بين البلدين في عدد من المجالات، بالإضافة أيضا إلى عدد آخر من الملفات التي سوف يناقشها الرئيسان، سواء فيما يتعلق بإصلاح آلية عمل الأمم المتحدة أو فيما يتعلق بالجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وقضية ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بالإضافة أيضا إلى تبادل الرؤى حيال عدد من الملفات الأخرى. هذه القمة تسعى إلى دعم وتعزيز أطر التعاون والتفاهم والتنسيق المشترك بين الزعيمين، بالإضافة أيضا إلى استشراف مستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وبكين خلال المرحلة المقبلة. على صعيد آخر تأتي هذه
زيارة أيضا يعني تتوج عمل منتدى التعاون العربي الصيني الذي يحتفل بمرور 20 عام على تأسيسه منذ عام 2004 لدى زيارة الرئيس الصيني السابق هو شين تاو إلى العاصمة المصرية القاهرة، وتحديدا زيارته إلى مقر أمانة جامعة الدول العربية. هذه الزيارة أيضا سوف تشهد حضور السيد الرئيس كضيف شرف للاجتماع الوزاري العاشر للمنتدى، ويلقي كلمة مصر أمام المنتدى التي سوف يستعرض خلالها أو من المنتظر أن يستعرض سيادته خلالها جهود الجانبين العربي والصيني في الفترة الماضية لدفع أطر التعاون بين الجانبين، ليس فقط على الصعيد الاقتصادي وإنما أيضا فيما يتعلق بتعزيز أطر التنسيق والتشاور حيال الكثير من المستجدات الإقليمية. هذه الاجتماعات أو الاجتماع الوزاري العاشر سوف يحضره أيضا قاده الدول الإمارات البحرين وتونس. السيد الرئيس سوف يكون ضيف شرف هذا الاجتماع، بالإضافة أيضا إلى لقاءات ثنائية أخرى سوف يعقدها السيد الرئيس مع الجانب الصيني. نتحدث عن لقاء سوف يعقده السيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الصيني ورئيس مجلس النواب الصيني، بالإضافة إلى لقاء هام للغاية سوف يستقبل خلاله السيد الرئيس بمقر إقامته عدد من رؤساء مجالس إدارات كبريات الشركات الصينية العاملة في عدد كبير من المجالات والقطاعات والتي تعتزم ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بالسوق المصرية. نعم لا يبدو أنها أجندة حافلة سنتابعها معك بالتأكيد بالمزيد من التغطية في الفترات القادمة وبالغد إن شاء الله. شكرا لك على رشوان موفد قادة النيل للأخبار إلى العاصمة الصينية بكين على هذه المتابعة.